بعد نهار طويل من الصيام ومع مدفع الإفطار يحل موعد إرواء الظمأ، ولكل دولة مشروب مميز يحتفي أهلها به. نبدأ رحلتنا من بلاد الرافدين. نومي بصرة مشروب عراقي من مدينة البصرة، وهي ثمرة مشهورة عبارة عن ليمون مجفف، ولها نوعان. النوع الأول يستخدم في الطبخ ويكون لونه بني، أما النوع الثاني فيستعمل للشراب ويعد بكثرة في شهر رمضان المبارك. عرق سوس من مصر. تنتشر زراعة شجر السوس في سوريا ومصر والكثير من دول آسيا الوسطى وفي أوروبا، ويأتي اسم عرق السوس نسبة إلى جذور عرق السوس أي أصل السوس، وهو عبارة عن أعشاب تؤخذ من جذور هذه النبتة لصنع شراب حلو المذاق، حلاوته أكثر من حلاوة السكر. وبقدر انتشاره في الوطن العربي إلا أنه في مصر يختلف في طريقة تقديمه، ولا يمكن إغفال صوت صاحبه. السوبيا من السعودية. عرف منذ أكثر من 50 عاماً بين العائلات في جدة ومكة المكرمة، ومن ثم انتشر في أرجاء المملكة. ويصنع مشروب السوبيا من الشعير أو الخبز المجفف الناشف أو الشوفان أو الزبيب، وتضاف لهذه المكونات بعد تصفيتها مقادير من السكر وحب الهال والقرفة، وتخلط جميعها بمقادير متناسبة، ويضاف لها ثلج، وتقدم بألوان مختلفة أبرزها اللون الأبيض الذي يحمل لون الشعير، والأحمر الذي يقدم بنكهة الفراولة، والبني بالتمر الهندي. الدرع أو ما يعرف باسم السحلب من أكثر المشروبات المفضلة على المائدة التونسية، مصنوع من الحليب والسكر والنشا وماء الزهر، ويقدم مع القرفة والفستق الحلبي المطحون. ولمشروب السحلب العديد من الفوائد، فهو غني بالعناصر المعدنية التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل مستمر مثل الكالسيوم. وأنتم، ما المشروب الذي لا غنى عنه على طاولة إفطاركم؟ شاركونا آراءكم.